مرحبا برج السرطان. برج السرطان الشريك يراك أن أنت في فترة الانفصال، هو يرى أن اختار الخيار الصحيح، زين، ووجهة نظره في الموضوع كانت صحيحة. إذا كان هو الذي اختار أن ينهي العلاقة وكانت بينكم إعجاب قديم، حب قديم، ولكن هو اختار أن ينهيها لأن كأنما العلاقة ما قاعدة تروح مكان، لا تملك مستقبل، ثلاثة السيوف، هذه هي الحقيقة المرة، ولكن في نهاية اليوم بالنسبة له هذه هي الحقيقة، أن مهما كان في مشاعر وأكواب بينكم وحب وإعجاب، عدم وجود مستقبل العلاقة من وجهة نظرة، كأنما أنت تتعامل مع برج هوائي هني، وأيضا ممكن يكون برج ترابي، لأن الأبراج الترابية يستخدمون طاقة التحليل خصوصا العذراء والجدي. عندك شخص حلل ونظر إليك أن أنت أفضل حالا من أن تبقى في علاقة بدون مستقبل، أو علاقة ما راح تروح المكان اللي أنت أمله يا برج السرطان. فشنو سوى؟ هني انهدم عندك البرج، انتهت العلاقة. وهو يراك الحين خفيف بدون أشياء تربطك في الماضي، كأنما هني هو الموضوع أن أنت كما الطير اللي هو فتح باب القفص وسمح لك أن تحلق عاليا، أنت عندك البداية الجديدة، ولكن بدايتك الجديدة كأنما ما راح تكون معه أو راح تكون بعيدة عنه. يتطلع إليك لحد الآن في مشاعر، نعم، ولكن هذا الشخص يتمنى أنه يسيطر عليها. يراك أنت أنك خفيف، يحسدك على حريتك. عندما سقط البرج أنت تحررت يا برج السرطان، فأنت هنا حصلت على حريتك. هذا النوع من الحرية لا يمتلكها هذا الشخص، كأنما هنا عند الكثير من الأمور اللي تلزمه هو، كأنما عندما سقط البرج لحد الآن ملتزم أن يعيش مع الوضع الحالي في حياته. ممكن وضع يكون في ديون، وضع فيه لحد الآن أهداف ما حققها، ولكن هو غير قادر على المضي قدما. يحسدك على أن الانفصال اللي بينكم خلاك أنت خفيف تستطيع أن تتحرك بدونه، عندك كامل الحرية. يراك كأنك الشخص العزابي أو الشخص الحر اللي يقدر يسوي أي شيء يرغب فيه، يقدر يخاطر، يقدر يجرب، يقدر يبقى، عندك كامل الخيارات. هو يراك بهذا الشكل. اللي بعده خلنا نشوف ما هي خطوته القادمة، بما أنه هو حدد أن العلاقة ما قاعدة تروح لأي اتجاه معين أو ما لها مستقبل. خلنا نشوف. خطوته القادمة أن يمتنع عنك، يمتنع، وإن كانت في منك مبادرات هو سيمتنع، لأن أتته فكرة، أوكي، أو يفكر تفكير معين، تفكيره يخص الأموال، ما يستطيع تقديمه لك. عندنا ملك السيوف تحتها ملكة الأرض، قلت لك ممكن أنك تتعامل مع أيضا برج ترابي، الاستقرار، يرغب في أن يعطيك الاستقرار، نعم، يرغب بأن يكون في تواصل بينكم، نعم، ولكن خطوة القادمة، هذا هو كرت البخيل. خطوة القادمة إن ما راح يكون في أي تطور فعلي في العلاقة عشان هو يستطيع أن يستجمع قواه، يستجمع أمواله، يؤسس نفسه. كرت أربعة الخماسيات، إحنا ما نملك بما فيه الكفاية، ونحس إن ما نملك الكفاية عشان كذي ما نعطي الآخرين. يريد أن يصل من أربع الخماسيات إلى ملك الأرض، سوري، ملكة الأرض. الملكة هي الطاقة أو الأم الأرض اللي مستعدة تعطينا كل ما نرغب فيه، تبدلنا على نفسها. هذه الملكة سخية جدا في العطاء، حتى أكثر من الملوك اللي يملكون أكثر منها. فكأنما هو مبيت النية، أو عنده رغبة، أمنية، بصيص أمل أن يوم من الأيام يستطيع يعطيك اللي حاليا هو لا يستطيع أن يعطيك إياه، شيء متعلق بتأسيسه لنفسه وبالأمور المادية.
وإن كان هذه هي الحقيقة المؤلمة، ولكن هذا الشخص تقبلها. زين، فخطوته القادمة أنه يسمح لك بأن تستقر في حياتك أنت أيضا. هو عنده أربع الخماسيات، أنت عندك أربع الأغصان. هو يراك أن أنت عندك أساس جدا ممتاز يحسدك عليه، عندك أساس في حياتك، عندك وجهة، عندك شيء قوي تستطيع تبني عليه برج آخر غير البرج اللي انهدم بينكم، غير العلاقة. كأنما أنت أيضا لديك الخيارات في هاي الوضع. إنزين، وخطوته القادمة أنه راح يكون يحوم حولك ويتواصل، فإن كان هني ما قادر يعطيك اللي تبيه في العلاقة والارتباط، ولكن راح يظل يتواصل أو يحوم حولك أو يتابعك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق التلفون، عن طريق يشاهدك من بعيد، يسمع أخبار عنك، يسأل أحد عنك، طاقة اللي من بعيد. إنزين، هذه هي خطوة القادمة، وراح يركز جدا في تحقيق نفسه ماليا. خلنا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب. ثلاث الخماسيات، لديه مشروع شراكة قريب، ولكن راح يتطلب منه الوضع، أو هاي الشراكة راح تتطلب منه أنه يغير جدا في شخصيته. هني شخصيته أشوفها ناضجة مستقرة ما بين ملك السيوف وملكة الأرض. راح يضطر أنه يقوم بأمور هو بالعادة مو مرتاح أنه يسويها، مثلا يكون مرح أكثر، يضحك أكثر، يختلط بالناس أكثر من طبيعته أو أكثر مما يرغب فيه، كأنما هو فقط يرغب أن يكون مع شخص واحد معك مثلا. ولكن هني طبيعته في العمل المقبلة وفي شراكاته المقبلة أنه راح يضطر يكون جدا منفتح على الآخرين. راح يحصل على المال، هذا هو الجزء المضحك، راح يحصل على المال وتبتدي شراكاته جدا أن تثمر، ولكن راح يحس أنه خسرك. ستة السيوف، ويحس أيضا أنه هو عندما يؤسس نفسه راح يكون جدا تأخر. هذا هو ما يخفي، يخفي أنه عنده نية بأن يعمل على شراكة جديدة، عنده فكرة جديدة يحتاج كل الطاقة كل الجهد أنه يركز فيها، هو وشخصين آخرين. أوكي، ولكن تأكد أنه هو في الفترة القادمة ما رح يستطيع أن يأتي تجاهك ويعرض عليك ارتباط، لأن إذا هو في مرحلة نضوجه كملك ما استطاع أن يعرض عليك شيء ثابت عملي، ما رح يستطيع وهو في مرحلة الفارس، مرحلة التنقل من زهرة إلى زهرة، من كاستمر إلى كاستمر، من عميل إلى عميل، من عمل إلى عمل أيضا، هاي التنقل الكثير في العمل. فكأنما راح يخسر جزء من نفسه، راح يحصل على الأموال بعد فترة، ولكن راح يخسر الحب، فرص الحب راح تبتدي تتلاشى. وإن كان لديه الكثير من الفرص في السابق، راح يبتدون الأشخاص يتباعدون عنه، راح يجد نفسه وحيدا، راح يحصل على النصر المادي، النصر في محيط العمل في المشروع، كل الأنظار تطلع إليه. نعم، هذا هو اللي مخبي عنك، الشراكة نفسها. ويحس ان اذا رجع لك او اذا هو صار جاهز انه يأتي ويعرض عليك شيء جاد، راح يكون الوقت تأخر، لان انت اصلا اسست نفسك او بغير حاجة اليه. هو خايف ايضا من انه يتأخر، لان انت ما راح تكون تستقبله مثلا بذراع الود بعد ما يرجع، وأخذ وقت طويل، لأن لا تنسى هني تونا في مرحلة الثلاثة، لما نوصل مرحلة العشرة وبعدها مرحلة الفارس الملكة والملك يأخذ وقت طويل. أوكي، هذا هو شريكك، وهذا هو ما يخبي رغبته وأولويته بأن يعمل على وضعه المالي والمادي. اللي بعده، ملك الأكواب،
وأيضا 9 الخماسيات طاقة الأميرة العزباء. اللي قادم في طريقك يا برج السرطان هو شخص أحسه خرج من علاقة طويلة استنزفت منه الكثير من الوقت والطاقة والأموال. ممكن أنه كان خاطب في السابق، متزوج في السابق، أو في علاقة جادة قبل أن يدخل حياتك. هذه العلاقة جدا أخذت الكثير الكثير حتى من تحمل النفسي ومن عاطفته ومن نفسيته، أثرت عليه كثيرا لأنه صار في عنده خذلان. ولكن هو في مرحلة يحاول أن يستجمع قوة، يحاول أن يظهر الجانب القوي، ولكن هذه هي حقيقته. حقيقته أن شخص يحس بالضعف أو تملل من الانتظار. إنزين، إذا كان متزوج قبلك فاحتمال أن عنده 3 أبناء أو ابن واحد على الأقل. هذا الشخص أشوفه أكبر منك في السن، ممكن بسنوات قليلة أو حتى 7 سنوات. إنزين، ملتحي ودائما ساكت، دائما ما يعبر. يعني احتمال انه برج ترابي، الابراج الترابية مو كثيرين الكلام. شخص دائما ساكت. عندنا طاقة برج الاسد والابراج الترابية هني، ثور، جدي، وعذراء. هذا الشخص ما يعبر عن نفسه ومشاعره بطريقة واضحة، يتقرب بهدوء شوي شوي، وحبة حبة تشوف انه ابتدى يدخل حياتك من دون ان تدرك. اشوفك هني انت يا برج السرطان كأنما في اوج استمتاعك في حياتك العزباء، في حياة الرخاء، حصلت على الوظيفة، الشهادة، الاموال، ابتدت امورك حتى المالية انت الخاصة تتحسن. عندما تبتدي الامور تتحسن